السلام عليكم ورحمة الله. نحن الآن في فيديو مباشر خاص على فرعون حد السوالم الذي تم فضحه بامتياز من طرف المناضل مراد كرطومي والأخ العادل، ولكن مع ذلك لم نرى أنه قد تم عزله عزل مباشر، لأنه وجب على الدولة المغربية طرد هذا الشخص لما اقترف من فساد في بلدية حد السوالم. إذن معنا الأخ المناضل عادل اللي كنشوفوه كيناضل من أجل التغيير، كيناضل من أجل محاربة الفساد، كيناضل باش يشوف البلاد زوينة، كيناضل باش ما يبقاوش يعيطوا ليه شباب وشابات وعيالات من أجل ظلم، من أجل أحكام، من أجل أمراض. هادشي كلشو كيقترفوا القضاء وكتقترفوا وزارة الصحة وكتقترفوا جميع القطاعات بالمملكة المغربية اللي فيها فساد. ولكن بداية بحواس اللي كنتمناو إن شاء الله يتم الاستجابة، ودابا غنقلوا اخر المستجدات. شكرا اخي فيسبوك حر، كنشكر فيسبوك حر، كنشكر مراد القرطومي اللي بكل صراحه هو اللي عطاني فرصه وقال لي انت عادي راه عندك المام بالملف ديال حد السوالم، ممكن دير حلقه اخرى على حواس. فهو جالس معنا مراد، جالس معنا حتى السوردو، جالس معنا الاخوان من حد السوالم اللي بدورهم كيتسائلوا على الملف ديال حواس فين وصل. ولكن خصنا نبداو من النقطة الأولى اللي هي تتكون بمثابة رأس الموضوع. الإخوة الكرام، من اللي كنتكلموا على الفساد كمنظومة، خصنا نربطوا الفساد بمسؤولين، وهاد المسؤولين تحت لواء واحد القائد، وهاد القائد كيكون معني بالدرجة الأولى في هاد الفساد اللي تحت منه. أولاً احنا ما كننقصوا من حتى شي شخص، ملي تسمع الموضوع ديالي حاول تمشي معايا درجه بدرجه باش نقدروا نتفاهموا. اولا الدوله المغربيه كيحكمها واحد الملك، ثانيا هاد المسؤولين اللي تحت منه الى جوزوا الحدود ديالهم وصدر عليهم نوع من شطط استعمال السلطه او الفساد او نهب المال العام، اي تجاوز كيمس طبيعه الحال الرمز ديال الدوله، كيورط الرمز ديال الدوله. علاش؟ حنا كشعب كنشوفوا الفساد منتشر. اش كنقولوا؟ كنقولوا بغينا نحاربوا الفساد. هذا الفساد اللي بغي يحاربوا الشعب الملك عنده كلمه فيه. مثلا قبل ما نخوضوا في موضوع حواس، نخوضوا في موضوع الحسيمة. الحسيمة غنعطي عليها جوج نقطات باش نشرحوا كيفاش منظومة الفساد كتورط الملك، ماشي غير في الحسيمة، في ربوع الوطن. لأن كيف ما قلت الفساد منظومة، والفساد يحمي نفسه، حواس راه اللي كيحميه. نرجعوا للحسيمة، دابا الريفيين رفضوا هاد الوزراء ورفضوا يجلسوا معاهم. علاش؟ لان هاد الوزير لسنوات ما قدمش شي حاجه لذاك الشعب. اشنو دار؟ كان كينهب ليه في الاموال ديالو. اذا غادي ناخذ واحد النقطه من هاد الناحيه ديال الوزراء اللي كينهبوا الاموال ديال الناس. دابا سمعوا سيرتي، خليك الاخ غادي نرجعوا لحواس، لا خاصني نشرح داك الشيء بالتدقيق وبالتفصيل. خليك على حواس، عندك متبعين بزاف. دقيقه بالله عليك. دابا الانسان اللي كيكون في مركز المسؤوليه ومركز القرار كيكون الشعب هو اللي حطو، يا حواس يا الوزراء اللي مشاو للحسيمه يا العديد من الناس، كيكون الشعب هو اللي اختاروا في مركز القرار باش يمثلوا في الحكومه، في البرلمان، في العماله، في الجماعه، في العديد من المناصب. كنلقاو اننا داك السيد اللي اختاريناه بالمحض ديال الاراده ديالنا
كينهب المستقبل ديالنا, كينهب الاحلام ديالنا, كيحطم المستقبل ديالنا. يعني احنا اختاريناه بمحض الاراده باش ينهض بالشان المحلي, باش يخدم الصالح العام, ولكن كنلقاو انه حتى ديك الابتسامه, هاد الشعب عنده واحد الابتسامه بغى يرسمها على الوجه ديالو, ديك الابتسامه كتسرق, ديك الابتسامه كتنهب. يعني كنلقاو واحد الناس غنقول فيهم كلمه انهم كيعبتوا بالمستقبل ديال الدوله, كيبعت كي يعني العابات بالدوله بالنظام بالشعب بالتراب بالابناء ديال الشعب بكل شيء. حواس لو اننا كنا في منطقه غير المغرب, كي تفتح اول ملف اللي فتح مراد قرطومي وقال بالدليل القاطع ان مجلس الاعلى للحسابات ارصد واحد العديد من الخروقات, كنمشيو للتقرير ديال المجلس الاعلى كنشوفوا الخروقات, كنقولوا لهذا الراجل انت اصلا لا يجوز شرعا واي قانون انك تبقى هنا في مركز القرار كتحكم في هذه الساكنه. ياك النقطه الثانيه اللي هي خطيره, الناس اللي كيقول مراد قرطومي انهم كيحميو حواس, فعلا تابوت انهم كيحميوه, ولحد الان دليل هو ان ملي مراد تكلم على الملف بانه راه وصل لمحكمه النقد تعينت ليه جلسه, الا تذكرتوا راه كاينه في الحلقات, وتعين ليه بستاربع ياك استاذ. من بعد تم النطق في الجلسه ديال ستاربع بخصوص النقد. احنا اليوم بتاريخ 24 ماي, حواس باقي جالس فوق رؤوس العباد, باقي كينهب, باقي متجبر, باقي طاغي. حواس لقينا من وراه ومن غيره ناس اخرين. يعني راه هذا الفساد جار البلاد الى ما لا تحمد عقباه. حواس اش بغى يكون؟ اشنو كيمثل؟ علاش العامل ديال المنطقه ملي توصل بالقرار ديال الحزب ما عزلوش؟ علاش؟ راه العديد من الاسئله بغينا نعرفوا غير شكون اللي غيقدر يجاوبنا عليها. وقبيله سولت فين هما رجال الدوله؟ رجال الدوله اللي مهتمين بحمايه المواطنين, لان المواطنين اكجو, لان المواطنين ملي كيديروا وقفه امام البلديه وكيطالبوا بالاقاله ديال حواس خاص يستجب ليهم الامني والمسؤول, خاص يتاخذ حل بخصوص حواس. حواس كيشكل خطر على هاد الساكنه, وكيشكل خطر على امن الدوله وعلى امن المواطن والله العادي, لان لما حيتش غتكون عاوتاني وقفه احتجاجيه, وهاد الوقفه الاحتجاجيه راه غيكون فيها نوع من التصعيد بخصوص حواس. نفرض حواس هو غادي يحيدو الملف اللي تجبد قبيله ديال دار بوعزه, ولكن واحد النقطه اخرى, هاد الوفد الوزاري اللي طلع الحسيمة علاش ما يجيش لحد السؤال؟ حتى حد السؤال كتعرف فساد حسيمة, كتعرف فساد, راه ربوع الوطن كيعرف الفساد. هاد الوفد الوزاري راه لا سلام الحسيمة خصو يمشي لقريوكا واليوسفية وحد السوالم وقنيطرة وبلي ملال, ماشي غير حسيمة بوحدها. الحسيمة جزء لا يتجزأ من المشكل بكل صراحة. الدولة ما عندهاش هيبة ملي كنطرقوا الموضوع حواس أكثر من 50 أو 40 حلقة, ما كتبقاش الدولة عندها قيمة وهيبة, كيبقاش عندها ثقل. واحد كيشطح مسؤولين على 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 على, على سبعه على بحال هكا كيلعبهم, حتى واحد ما غادي يتاخذ قرار. ولكن راه المشكل في الامر والخطير في الامر هو اللي بديت فيه في الاول, هو انه واش ملك الدوله ما فراسوش؟ وما تقولوش ليا ما فراسوش, كل شيء فراسك. دقيقه بقى النقطه الاخرى, قلت قبيله المسؤولين حنا كنختاروهم يمثلونا
وكيسرقوا احلامنا كيسرقوا الابتسامات ديالنا كيسرقوا كل ما هو جميل في حياتنا. اشنو الفرق ما بين هذاك اللي كيسرقنا وحنايا حنا اللي كنختاروه وهذاك اللي في الزنقه كيسرق لينا سلسله وتليفون وصاد؟ هذاك السارق ديال الزنقه هو كيختارنا كيجي يسرق تليفون وهاتف. المشكل هو اننا حنا كنختاروا مسؤول كيسرق لينا المستقبل كيسرق الابتسامه كيسرق كل ما هو جميل في هذه الحياه. علاش؟ لاننا اختاريناك تكون مسؤول علينا وتمثلنا وطنيا ودوليا. كنهضر على اي مسؤول حواس كيبقى في حلقه. هذه الحلقه كتجي في المنظومه ديال الفساد. حواس حوته صغيره وكاينه حوته اكبر من حواس وكاينه حوته في دار بوعزه وكاينه حوته في طنجه وكاينه حوته في خنيفره وكاينه حوته في تطوان وكاينه حوته في اكادير. والله العظيم انا سؤال دابا غنوجهه للملك ديريكت. انا ما كنناقش منك وما كن زعما ديك الاحترام وداكشي واجب علينا السمع والطاعه البيعه كلشي. غير واش مفروض علينا نتعايشوا مع الفساد؟ مفروض علينا مع هاد المجرمين اللي عندنا في الدوله؟ واش مفروض اننا نعيشوا مع الفساد ونسكتوا؟ لا. ولا بغينا ناخذوا غير مقياس ما بين الدول اللي كتنعم بالحريه والكرامه والقيمه الحقيقيه والعداله الاجتماعيه والمساواه وداكشي في اطار يعني حقوق الانسان وبين حنايا اللي كدوله اسلاميه؟ والله العظيم هادشي اللي كنشوفوا ديال الاحتجاجات كيعبر على ان الدوله يعني في المستويات المتدنيه بخصوص حقوق الانسان وبخصوص العديد من الامور. هنايا دابا حنا كنتواجهوا بحد السوالم، حد السوالم يعني استثناء على المغرب، عندها قانون ديالها بوحدها خارج على اطار المغرب، عندها درابو ديالها خارج على اطار المغرب، عندها حتى هي العديد من الامور ديالها خارج على اطار المغرب. علاش؟ لان حواس اجتمع على صدور الخلق هو اللي كيقرر هو اللي كيحرر والكلمه كلمته هو اللي كيجزر هو اللي كينهي وكل شيء بهادو. راه مشكله هذه مشكله. يعني هذه المشكله شكون اللي غيفاريها؟ لا اله الا الله. كاين شي سؤال الاخ امين؟ الاخ عادل. الفساد، انت دابا الى سولناك واحد السؤال حواس عندك عليه حجج على انه مفسد، واش التجأتي للقضاء ورفعتي شكايه؟ انا والاخ مورا اسمع انا والاخ مورا تقدمت في حواس ماشي غير شكايه. وعرفتي شحال من مستثمر وشي 130 شهاده اللي جاب مورا. الملف اللي شاد مورا راه ملفنا كاملين. هادشي اللي كيجري فيه مورا جريت معاه فيه من النهار الاول. كاين الشكايات كاين كلشي. قلت لك راه محكمه النقد ايدات قرار العزل رفضت الطعن ديال الحواس. يعني ماذا ننتظر؟ تحكم هذا الملف باسم الملك. يعني ملي كنقولوا باسم الملك سالينا سدينا جميع الدواسه نفذوا وبركه من التلاعبات. يعني تحكم الملف لصالح الضحايا لصالح هذا الراجل اللي كيقول بان حواس خاصو يتعزل من من النقد تحكم صالح يعني الدوله المغربيه. صالح الدوله المغربيه حنا كنقولوا صالح مراد. واش دابا تم العزل ديالو ولا مازال؟ مازال. وانتم اش كتسناو؟ هنايا انا نقول لك اش كنتسناو؟ هذا سؤال خطير. شوف هذا السؤال خطير. تكون وقفه حتى عندنا. شوف عندنا قانون في البلاد كيسير العلاقات ياك. هذا القانون اللي عندنا في البلاد هو اللي كنتسناوه يتنفذ. واش ما عندناش حق ناخذوا حنا شرع يدينا؟ ما عندناش حق. كاين قانون هو اللي كنتسناوه. سمعتي هذا الفيسبوك الحق؟ تماما. ما غنقدروش نديروا شي حاجه خارجه على اطار القانون باش نبقاو في ذاك الاطار ديال هاد الناس. يعني التجأوا للقانون باش يحميهم خاص القانون اللي يحميهم. إذا خرجنا على اطار القانون كنتسموا فوضويين. راك عارف وانا نقول لك واحد السؤال باش الله نكملوا باش نبقاو غادي معاك درجه. الملف تحكم حواس خاصو يتعزل. انتم درتوا الواجب كناس قانونيين. انا نقول لك واحد الحاجه وخذها
خذها وسقي بها ودنك. جلالة الملك محمد السادس ما غيرضاش بهذا الشيء، يعني ملك البلاد إلا سمع بأن هناك أحكام صدرات بالاسم دياله في حق السيد خاصو يتعزل، وأنه مازال مريح كيمارس المهام دياله ما غيقبلش. ولكن كنشوفوا أن الساكنة ديال حد سوالم قابلة، قابلة على حواس. ملي كنقولوا قابلة حنا كنطبقوا ديما داك المقولة اللي كيقولوا السكات ملي كيسكت الانسان راه السكوت على ما تريد. ها يعني راضي، فهمتك واش بغيتي توصل ليا. اسمع اسمع اسمع، تفضل جوابي. بغيتي جواب بغيتي تفهم؟ دقيقه بالله عليك دقيقه. شوف حواس دابا حنا في السوالم، حنا ماشي اول مره جينا السوالم، لقيناه داير قانونه وحده. هذه هي النقطه الاولى، قانونه بوحده عنده عصابة. دابا حنا تخلى ضربونا كاملين، كون ما كانش الملف وصل لهاد الدرجة وقفوا علينا 11 طوموبيل هنا كما داروا مع هذا 11 طوموبيل باغي نقتلوه. وانا كنتحداه يستفقنا دابا 400 طوموبيل وحنا جالسين في السوالم، واي مفسد في المغرب غنجلسوا ليه حدا باب دار وكاع الى جاب الضرورة وغادي نجتمعوا ليه على صدره. النقطة الثانية حواس قلت لك عنده قانون بوحده واللي دوا كيخلي ضربه. اسمع، وحواس كان كيجلس في البريكاد ديال الدرك الملكي قبل ما يجري قبل ما يجي هذا الراجل اللي اسمه زريبه. وانا ما كنشكر حتى واحد اللي راجل اسمع اللي راجل الراجل قبل ما يجي زريبه كان هو الامر وهو الناهي وكيصوت لي جوندارم الاولين وكلمته هي اللي كاينه، وواحد لي جوندارم كيبورشوا منه وما بالك بعامه الناس كاينه ولا لا؟ فهمتي الاخ الكريم؟ عنده قانون ديالو بوحده الملك. بالله عليك انا بغيت هذا التقرير يوصل، الا ما كانش عارف حنا غنسالو لك المغرب كامل كاع الملفات اللي ما وصلكش غتوصلك، ولكن راه مستحيل ان ما توصلكش هادشي. وكاين جهاز مخابرات متفرع مختص بالعديد من القضايا ما يوصلش هادشي. كيفاش ما يوصلش هادشي؟ هادشي خاصو يوصل، هادشي خاصو يوصل، لان هاد الناس اللي كيديروا هاد الفساد راه بالدرجه الاولى والذي لا رب سواه كيورطوا الملك. انا نعطيك مقياس وخوضوا على المغرب راه خطير. تونس تغيرت بالتصرفيقه، كف ديال يد غير مجرى دوله اسميتها تونس، وحرقت الخضر واليابس من شمال افريقيا حتى الشرق الاوسط. دقيقه، هادشي عنده علاقه ومركب. اذا في المغرب هادشي ديال الحسيمه تقدر التصرفيقه تغير مجرى المغرب من الحسيمه حتى لكازا ومن طنجه حتى للقويره. هنا كنقولوا لكم العقلاء اناس الدوله المسؤولين كاينين جوج طرق، يا غتعاملوا مع الشعب بحكمه وكل شيء غادي يمشي في سفينه النجاه وغنوصلوا بخير، سينو غتعاملوا بحمق وغتخليوا رموز الفساد كينهشوا وكينهبوا في الشعب وفي ثروات الشعب وكيمصوا في الدماء ديال ولاد الشعب، وغادي نكونوا تسببنا في كارثه عظمى للعرش ديال المملكه والشعب وللجميع. شكرا. مراد بقى عندك شي كلمه اخويا الكريم؟ بقى عندي سؤال. حواس واخا الاخ غادير خرجتي على الموضوع كنا السؤال دابا الحمد لله عدد المتابعين بدا كيرتفع. لحقنا لدابا 190 متابع. شوف 170 مشاهد. لا يرضى عليك، الله يرضى عليك الاخ مراد. اخ مراد خلينا نكملوا خلينا نكملوا الله يرضى عليك. الاخ عادل كنتي قلتي واحد الجمله مهمه، قلتي ان الوزراء تكبوا كاملين في الحسيمه والحسيمه جزء من المشكل. اييه انا كنقول لك بان الحسيمه الناس اللي فيها هما اللي جابوا الوزراء. لو ما كانش واحد الخروج ديال الساكنه من اجل اسقاط الفساد ما كانش غيتم تلبيه المطالب. لذلك حنا كنقولوا الساكنه ديال حد السوالم هي السبب الرئيسي في استمرار حواس في المهام ديالو. يعني انت كمراد او لك عادل داكشي اللي في جهدهم داروه، فضحوه القانون طبق، ولكن باش يتنفذ راه تما فين بقات العتله. لذلك كنقولوا للساكنه تحد سوالم هاد الطاغيه خرجوا ليه، ملي غتخرجوا خرجه وحده الدوله غتحرك معاكم، لاننا في دوله كيطغى فيها الفساد. دوله كيطغى فيها الفساد فالحق يؤخذ ولا يعطى. لا ما اتفقش معك الاخ عادل، هو اللي عنده المنبر هو اللي يقدر يحكم معاه.
تفضل على الاخ عادل شنو بالك الكلام ديالك معك اخواني الكرام اخواني الكرام انا اول مطلب عندي واول كلمه اللي كتنور شوف 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 مراد اسمع اول كلمه اول كلمه اللي هي مقياس مقياس دولة حقوق الانسان دولة المؤسسات دولة الحكم الجيدة دولة محمد السادس العهد الجديد اسمع اشنا هي اشنا هي اشنا هي باختصار اسمع هي الكرامة ووزير العدل والحرية مصطفى الرميد سابقا اللي هو وزير حقوق الانسان دابا يخرج تا هو يهضر عن خصو يخرج يهضر باقي ما خرجش هضر من نهار تولى هذا المنصب ويقول لنا اشنو واقع هادشي اللي كنشوفو راه هو وزير حقوق الانسان والاخ والاخ راني كندوي معاك برقية مفهومة برقية مفهومة تبعينا الاخ هادي اذا برقية مفهومة اذا دقيقة غنعطيك سمحية تفضل تفضل برقية مفهومة خليه شوف عندي اسئله انا شوف انا والله ما غنتكلم انا غنطرح غير عده اسئله اولا واخا ماشي مشكل عندي بعض الاسئله بغينا نسولو المتتبعين اول سؤال علاش او بالاحرى شنو اللي كيمنع الله يخليك الله يخليك المهم بعض الاسئله غادي نطرحوهم قبل ما غنطرحوهم البرقيه مفهومة حول. أول سؤال حول أول سؤال هو ما الذي يمنع المسؤولين من تطبيق القانون السؤال الثاني هو واش هاد الناس كلهم اللي كيتكلموا وكيقولوا بأنهم يعني هم يحاربون الفساد ويريدون الخير للبلاد ويقومون بعدة أشياء في إطار أننا خصنا نكونوا لا غير خلي ما خلي اننا خصنا نكونوا يعني في واحد الدوله اللي ديمقراطيه فدولتنا تدعي الديمقراطيه ونحن مع كل مسؤول حر ويريد الخير للبلاد ولكن السؤال المطروح واش حنا باغيين نديروا الفوضى واش حنا باغيين نشوهوا سمعه البلاد واش حنا واش حنا واش حنا وشنا هو اللي كيمنع الناس اللي عندهم سلطة أنهم ما يديروش تطبيق القانون أشنو كنفهمو هنا يا إما هم مشاركون في اللعبة أم أن القوة أي قوة الفساد هي قوة كبيرة وغير متحكم فيها أيه ومنظمة ومنظمة وتحمي نفسها وتحمي نفسها إذن هادو أسئلة كنطرحوهم كنتمنوا من المتتبعين هم اللي جاوبونا عليها من المسؤول عن الفساد الموجود بالبلاد كاينه فوضى انا كنعتبر ان باش نحاربوا الفساد حنا كمواطنين ولا هما كمسؤولين شرفاء او كملك البلاد كجلاله الملك فانا كنعتبر الامر صعيب الامر صعيب باش يحاربوا الفساد صعيب ماشي سهل علاش لان اغلب الناس فاسدين بالادله وبالاوراق وبكل شيء اي باش نحاربوا هاد الناس خاصنا نحيدوهم كلهم وما يقدروش يفرطوا فيهم كلهم في دقه واحده اذا السؤال المطروح اشنا هي الطريقه الصحيحه اللي كترشدونا بها اننا احنا كمواطنين اننا نتعاملوا مع هاد الناس بها ملي كتجي كتكتشف مثلا احنا كنتكلموا مثلا احنا في واحد السؤال الناس كيتكلموا على واحد السيد اللي هو داير خروقات للناس تعذبوا للناس ما لقاوش ليه الجهد الى مشاو المحاكم ما كياخذوش حقهم ديكلاراو ما خداوش حقهم داروا شكايه لوزير العدل الوكيل الملك الى ما خداوش حقهم وانا ملي كنقول للناس كيديروا شكايات مثلا للديوان الملكي او كذا فانا متاكد على ان الشكايات ما كيوصلوش شكايات ديال الناس ما كيوصلوش ولو يوصلوا عندنا الثقه باش انهم غادي ياخذوا حقهم اذا السؤال المطروح شكون هو المسؤول عن الفساد في البلاد وشنو وما هي الطريقة الصحيحة الممنهجة اللي خاصنا ننهجوها حنا باش نحاربوا هاد الفساد واش كنعتقدوا حنا كمواطنين غادي نديروا مثلا فيديو وغادي نشهروا هاد السيد أولا غادي نفضحوه واش كنعتقدوا حنا على أننا مثلا غنحدوا من كلمة الفساد أنا كنقول لا عندي خاص شوف خاصنا طريقة صحيحة ننهجوها كيف ما كانت الطريقة ملي كيخرج المواطن كيتكلم على حقه كيقول لك لا سيدي راك كدير التجمهر وانت كدير الفوضى وانت كدير كذا هذاك السيد اللي خرج للشارع راه ما خرج توحلات فيه العظم راه ما خرج
ملي كنتكلموا على مثلا قطاع الصحه ولا قطاع المافيا العقار راه كلشي باين راه كلشي واضح. الا جينا احنا مثلا غنتكلموا باش نوصلوا لهاد الناس، هاد الناس كيعرفوا احسن منا، هاد الناس كيعرفوا كثر منا، هاد الناس كيفهموا في القانون كثر منا واحسن منا. ولكن الا ما غيرش المنكر كيطبق فيهم القول ديال الله، ومنهم من أضل الله الله على علم، بالعلم ديالو بالمعرفه ديالو بكل شيء ديالو ولا ساهم في نوع من انواع الفساد، الله عز وجل كيديروا من الناس الضالين. انا عندي ثلاث اسئله انا غنوجهها ديريكت الملك الدوله، هل الفساد يشكل خطر على رئيس الدوله؟ واحد السؤال واخا تفضل تفضل الاخ اسئله في السوالم خليها انت اللي نشد. ماشي مشكل، اذا نتوما كتكلموا في السوالم. انا كنقول بان مشكاره هو واحد الشاب صديق ديالي فاضح للفساد والمفسدين بامتياز، قاهر نظام وقاهر محمد المليح الذين سعوا في الارض فسادا من اجل اخماد صوت مشكره. انا 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 تعطيني واحد الله يخليك اسمح لي. انا شوف 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 احنا راه في السوالم الاخ الله يجازيك بخير. الفساد غير في السوالم. شوف حيت ملي كنتكلموا على الفساد راه الفساد كاين في المغرب كله. غير دقيقه، علاش ملي فضحنا من عندنا ادله عليهم انهم نهبوا اموال كبيره حواس العبيد، علاش ما اعتقلوهمش وعلاش ما حققوش معاهم وعلاش ما اعتقلين انا ب 500 درهم؟ كاين ملفات كبرى. علاش هذه هاد علاش قولوا لي علاش؟ هو علاش بغينا القضاء يتقاد. واحد النقطه اخرى اسمع، راه حنا مع القضاء وحنا مع الدوله وحنا مع الملك ديالنا، ولكن هاد الناس كلهم اللي تكلمت هما خاصنا يحسسونا بانهم معانا. هادو واحد اللي فيهم هو ملك البلاد اللي كيدير الخطاب كيقول لك انه مع الشعب، ولكن في ارض الواقع كنكتشفوا على ان هادوك المسؤولين ماشي مع الشعب فوق القانون. كيفاش ملك البلاد مع الشعب والمسؤولين ماشي مع الشعب؟ هذا سؤال بغيت نسولو انا. واش ما كيخافوش منه؟ واش كيتحداوه؟ واش كيتحداو الخطابات ديالو ملي كتكلموا على خروقات بحال السوالم ديال هذا السيد هذا؟ واش هذا السيد انا ديما ما كنعتبرش الناس انهم كيحاربوا فقير او لا كيحاربوا، لان انا كنعتبر الفقير حقير في هذا البلد. يعني جي الله ما عندوش يدافع عليه الله سبحانه وتعالى، وخطاب الملك لا غير. اذا هاد الناس انا كنعتبرهم ما كيحاربوناش حنا، هاد الناس يحاربون خطابات الملك، وهذا هو الخطير، هذا هو الخطير. هم يحاربون ما يقوله جلالة الملك نصره لا غير. اذا هاد المرة كنتمناو انهم يوفروا لنا الصحه ويوفروا لنا العيش ديالنا، وحنا ما كنطلبوهمش وما كنسعوهمش، كنقولوا لهم غير ما تشفروش، غير ما يشفروش وغير ما ينهبوش وغير يحاسبوا دوك الناس اللي هما طاغين لا غير. صافي واحد النقطة لا غير واحد النقطة. ولا شوف ولا غدا ولا بعد غدا رانا كنقولوا كيف ما قال الأخ الصديق، راه إلا مشاو حتى الناس ديال الداخل خرجوا وطلبوا بحقهم، فراه ما غاديش يكون داكشي اللي شافوه في الحزيمة، غادي يكونوا شي حوايج جد خطيرة. وأنا كنقولها علاش؟ لأن عندنا هنا خونة وعندنا بلطجية وعندنا ناس اللي هما باغين يزرعوا فعلا الفتنه. كان بالامكان ديالي ملي خرجت كان بالامكان ديالي ندير وقفه، وكان بالامكان ديالي نحتاج، وكان بالامكان ديالي نزيد الحوايج وما درتهاش. علاش؟ حفاظا وحول استاذ برقيه حول اليك الاخوه الكرام. الى بغيتوا الدوله تستجب لكم رحمك الله وصلح بالك الا قلتي الحمد لله. لا اله الا الله خاصك تبدلها. الحمد لله. إخوة الكرام، الأخ بالنس من ضمن الأسئلة اللي طرحتي هو أن كاين فساد ياك، وهذا الفساد كيفاش غيتغير؟ هذا الفساد شكون المسؤول عليه؟ هذا الفساد مسؤولين عليه واحد الناس فوق القانون. إذا بغينا نحيدوا هذا الفساد خصنا تجمهر كبير، لأن أثناء التجمهر لنقلاته أكثر من 50 محطة إذاعية عبر العالم، شفنا أن الدولة المغربية في شخص المسؤولين ديالها استجبت للحراك ديال الريف. يعني حنا دابا في حد السوالم. لا لا حنا ما نديرو لا على التجمهر، خلينا حنا في ملف حواس الأخ عادي. اسمع دابا في حد السوالم خاص تجمهر.
خاصك جمهور ديال حيت السوارم كامل باش يكون كبير العدد، وملي كيكون كبير العدد غادي يكون استجابه للمطالب. ما كانش عدد كبير ولكن اذا كنسكروا الاخ عادل. هل تعلم على ان هناك قانون يقول بان التجمهر غير قانون؟ وهل تعلم بان هناك دستور يوفر لك حق في الصحه وحق في التعليم واللي ما عندكش؟ لان هذاك تجمهر سلمي، فهمنا علاش ما قالوش تجمهر غير مرخص؟ لا هو تجمهر غير محله، فهمنا على هذه النقطه تماما. من حقك تحتج انت في بلد ديمقراطي، واحد السيد صوتي عليه ما دارش خدمته، من حقك تحاسبه. شنو بغيت تقول اخ سوردو؟ شي كلمه. انا خويا ما اش نقول لكم، انا هادشي اللي سمعت كيخلع. ان شبش مالك واحد اخر، انا كنعرف كاين مالك واحد هو محمد السادس نصره الله. فملي كيجي واحد كيولي فارض الشخصيه ديالو على العباد على البشر، واستغل ان ناس مطحونين وناس مكرفصه. لان عندي حاله هنايا اللي غنمشي نصورها غدا ان شاء الله، ديال ان واحد جوج معاقين اللي ديجا صورته وما تفاعلش معاه حتى شي واحد. لان حنا كنشرو لكم شي حاله ما كنتسناوكمش انكم تخلصونا عليها، كنتسناوكم انكم تبارطاجيوها وتوصلوها لملك البلاد. لان حنا كنعرفوا غير ملك البلاد، انا اقسم بالله الذي نفسي بيدي ما كنعرفش شي واحد في هذه البلاد الا الملك. هو الملك هو اللي كنعرفو انا، هو اللي غنحطه في اب ديالي اكبر، اقسم بالله. فما تبقى غير خدامين عندنا في البلاد، واصلا الدوله بلا الشعب راه ما كاين حتى شي حاجه. اللي بغيت نقول لكم بالنسبه لهذا الموضوع ديال هذا الامبراطور او هذا الفرعون او هذا الخاينه اللي طارق غير عباد الله هنايا، سياتي دورك اقسم بالله العلي العظيم، تغطيح والله تغتبهدل قدام البشريه ان شاء الله. وعطي الكلمه للسي بنيس. سي بنيس صافي راه سال الكلمه ديالو. الان حنا كيشاهدوكم عبر المباشر يا ساكنه حد السوالم اكثر من 280 شخص بصفحة عادل البداهي. عادل البداهي، إذن بغيناكم أخوتي تقول لنا رأيكم في هذا الشخص اللي كنتكلموا عليه، الاسم ديالو حواس فرعون السوال. فرعون السوال. أخي في الله، أحببت أن تقول كلمة. تفضل السيد بساس. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. الشخص الغني على التاريخ، كيعرفوا المغرب كامل، ولا ما خصش حتى العالم كامل كيعرف الفساد ديالو. ما خلاش شي ارجاء الا وعمرها من فات الفساد ديالو، انا شاهد فيها من اولها الى اخرها او 99% منها. وتصريحات ديالي جميع انواع البحث والقضاة والمفتشين كلهم موضوع لديهم. وهذا الشخص رغم اخبار عن عزلو المتكرر، لازلنا لحد الساعة كنتسناو بالنهار، كنسمعوا أخبار بأنه تعزل أو خلي تصدر العزل ديالو. وحنا صابرين الحمد لله، وحنا باقين على العهد، ما غنبيعوش ضمير ديالنا. وخا يبقى حتى 2098، حنا وراه إن شاء الله والزمان طويل كما يقال، لأن عهد من الله سبحانه وتعالى أنه حارب الفساد. لان الفساد هو سبب خراب الامم، هو سبب خراب هاد الامه. الا بقى الفساد هكذا، الا كانت هذه صوره مصغره للمغرب راه مصيبه، راه مصيبه انها تكون حد سوالم صوره مصغره لما يقع في المغرب. بحال هذا المفسد ثبت فساده وصافي سالينا، ثبت قضائيا وثبت اداريا صافي سالينا، يتم العزل ديالو ويهنيو الساكنه ويرتاحوا الساكنه ويرتاحوا حتى الموظفين المواطنين المستثمرين الجمعويين يرتاحوا، حتى الهيئات القضائيه، حتى رجال الامن، كل شيء يرتاح من هذا الفساد ديالو، لانه محرك امه على قدها بالفساد. ونتمنى من الله يزول اقرب الاوقات، زوال مدوي، يكون زوال مدوي وعبره لكل من ياتي بعده. كل من ياتي بعده بغينا ياخذ العبره لما وقع لهذا المفسد وهذا الامبراطور ديال الفساد وهذا الفرعون ديال حد السول. وحياكم الله وحيا الله الشباب اللي بقوا على العهد وعلى الكلمه ولا يبدلون ولا يغيرون. شوف 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 بقى معنا في الخط. لا نريد من يبدل ومن يغير. حياكم الله. هذا واحد السيد عنده واحد الكلمه بخصوص حواس، علاش ما تعزلش؟ تفضل تفضل قول بسم الله. ما غنبينش النمره ديالك ولكن غتكلم. سير
تكلم. الو. السلام عليكم. السلام. السلام. لا يمنع من تطبيق القانون في قضية حواس هو النفوذ الذي يحتمي به المسؤول ساري الذكر، إضافة لبعض المسؤولين المفسدين، مع احترامي للشرفاء والنزهاء، ونحن بدورنا كمواطنين مسؤولين كذلك عن الفساد بالتستر عليه وعدم التبليغ عنه، وبالتالي وجب الحزم مع المفسدين. والملك محمد السادس نصره الله وأيده بدوره قال في خطاباته السابقة: يجب على المواطنين فضح الفساد. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وتبا للمفسدين. جزاك الله خيرا. شكرا شكرا. المرض واحد الكلمة الله واحد السوال مال الدراج، يعني الدراج واحد بشكل كبير من قبل، حد السوال كان غادي بواحد المنهج كبير وكان غتوصل ان شاء الله كيف ما كنا كنسبوا، كان كاين هادي هو الكويت السوال من قبل، اما دابا غادا غير اللور لور. الى جيتو نتوما ودابا جيتو لواحد السوال ما كتلقاو لا مساحات خضراء لا مستشفيات لا حتى شي حاجه، ما كاينش بنادم فين يبدل الروشينغ ديال الدار وهاد. يعني اش غنقول لك الاخ، راه هاد الحالة اللي كنعيشو بها وانتوما كتشوفوها خير دليل على هاد الكلام اللي كنقول. واش غنقول لك، راه حنا عندنا الثقة في الله سبحانه وتعالى وفي الملك ديالنا وفي القانون، القانون راه فوق كل شيء. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاش محمد السادس. كنطلبوا من سيدنا يشوف هاد الفيديو وحيد لنا هاد المفسد، هاد الفساد ديال هاد حد سوالم. حد سوالم كانت جوهرات بارك الله على مزيناتها، كانت سوالم على مزيناتها، وين كرفا سالنا هاد المفسد زين العابدين، ما خصناش نقول زين العابدين، زين الظالمين، زين الظالمين. وغنقول لك واحد القضيه، هو شحال من عام هادي تقريبا شاد هاد الانتخابات، وحتى الدخله ديال السوالم ما فيها شي حاجه اللي زوينه، ما كايناش لا من جهه الدار البيضاء ولا من جهه الجديده، التجرده مساحه خضراء ما كايناش، البلاصه اللي يدوزها كيدوز ليها الدس والجليج والتريطوار ويسد الشوانط يدير لهم التريطوار. هذا هو الشكل اللي غنقول لكم، وكنطلبوا من سيدنا يشوف هذا الفيديو ويحيد لنا هذا الفساد. وعاش محمد السادس. وكنشكر هاد الناس، هاد المناضلين ديالنا كاملين اللي كانوا معنا دابا، مراد وسي عادل وبشكارة والأصدقاء ديالهم، الله يجزيهم بخير. وتحية للدراري ولاد الحاج حميد، هما المناضلين ديالنا كاملين، عبد الهادي وجواد وكريم، الله يجزيهم بخير، أحسن دراري عندنا هنا في حد سوالم، مناضلين كيوقفوا مع الناس كيساعدوا مع الناس، لقينا فيهم الخير بزاف مع الناس كاملين. باهم كان كيدير خير مع الناس الحمد لله، الله يجزيه بخير الله يرحمه. والدراري بقات التريكه مرضيه، ولاد الحاج حميد، وعاش محمد السادس. السلام عليكم. من حد السوالم كنودعوكم شي حلقه اخرى، شي فرعون اخر، شوفوا واحد حد السوالم كيديرها زوينات، شفتوه؟ هاد المنطقة، هاد المنطقة خصها تبقى آمنة مطمئنة بلا ما تبقى هاد الفوضى هادي، وهاد الناس راه من حقهم ينعموا بالأمن والأمان، السيد راه جاتهم فوق صدورهم. كنتمنى هاد الحلقة تكون هي الأخرة خصوص حواس زين العابدين، وكنتمنى أننا بلا ما نضطروا نديروا وقفة مع الساكنة ديال حد السوالم، كنتمناو أن الناس اللي فوق القانون يعني تاخذ عبرة من هذا الشيء اللي جاري في ربوع الوطن والاحتجاجات اللي كنشوفوها. كنتمناو بكل صراحه اننا نحسوا باننا حققنا واحد النتيجه احنا كمحاربين الفساد. اخوان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
الى حلقه مقبله باذن الله، وكنتمنى ان هذه الحلقه تكون راقت الاعجاب ديالكم.